مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. في كل سنة في فصل الشتاء في بداية فبراير تقريبا، الجوفرنر جنرال أو الحاكم العام في كندا بيعمل أو بتعمل حسبها حفلة شتوية في حديقة المنزل تبعها، بتكون مفتوحة للعامة. بهذا المنزل في كندا اسمه ريدو هول. ريدو هول هذا البيت هو الأوفيشال ريزيدنس أوف ذا جوفرنر جنرال أوف كندا، هو المنزل اللي بعيش فيه الجوفرنر جنرال في كندا. مين هو الجوفرنر جنرال؟ ملكة كندا اللي هي الملكة إليزابيث، هي الحاكم الملكة تبعت بريطانيا، نفسها هي تبعت كندا. لكن في ريبريزنتيف أو شخص ممثل لهذه الملكة في كندا اسمه The Governor General، عادة بكون متعين من قبل الملكة بتوصية من قبل الرئيس الوزراء الكندي، بوصي شخص بكون ذو أهمية ومرموقة في المجتمع الكندي، عالم، كاتب، سياسي مخضرم، وبكون وضعه رمزي في كندا. صراحة ما إلى حكم كثير، هو فقط بوقع على القوانين الكندية. خلينا ندخل هلأ نورجيكم شو بيسوي الجوفرنر جنرال في كندا. طبعا هذا بسموه الوينتر سيليبريشن السنة هاي في فبراير 1. هاي جايز، هاي، هاو ار يو؟ جود، هاو ار يو؟ عادة ثانك يو بيجمعوا أكل وفلوس للسنو سويت فوند أو لل هذا هو البيت تبع الجوفرنر جنرال. وزي ما انتم شايفين الناس كلها هون مبسوطة تلعب ألعاب. كثير من السفارات بتشارك في هذا، تعرض الحفل، بتعرض ثقافتها والشغلات اللي بسووها. زي ما انتم شايفين هون هذه Embassy of Norway، النرويج هون قدامنا، سويسرلاند. هدول الانويت هم عبارة عن جزء من السكان الأصليين اللي موجودين في كندا. Hi guys, how are you doing? So what do we have here today? I'm filming. I'm okay. Student from Nunavut-Tsiwinik-Savut. Wait, what's this place? Nunavut-Tsiwinik-Savut. It's a college program. Where is it? In Ottawa? Yeah, it's for Inuit. Really? Okay. The course is Inuit Studies, so we're focusing a lot on our Inuit history. And this curve represents what happened with our Inuit and the history behind it. Oh, so, okay. So this is the exploring. That's around the 18th century. What's the population of the Inuit now in Canada? 38,000. Something like that. 38,000. Most of them in Inuit. Nunavut. Yeah. But I think Ottawa is one of the biggest communities with Inuit in Canada. Oh. More of the Western communities go to Winnipeg for healthcare, and then Eastern Nunavut goes to Ottawa. You don't have enough healthcare over there. Yeah. Not enough. We have health centers there, not hospitals. It's more of like a public health. Or like okay. Something very small. The nurses or doctors, they go there, you know. Yeah. And how the people handle the cold over there? I guess it's very okay. So that is animal. Have, yeah. Seal skin. Seal and fox. Okay. And caribou skin. Oh. That is seal skin pants. Oh, that's pants. And is it warm, really? Very warm. Yeah. Okay. Oh. هاي النرويج، بعطوا تشيز بس في دور طويل، بعطوا كوكيز وبعطوا شغلات زاكية. هاي فنلند، Embassy of Finland، بعطوا شوكولات I think or something like that. هاي Embassy of Iceland، هاي وين شايفين هون في لعبة شكلها، الناس استنوا. اوكي، هاي اللعبة واحد بدف واحد بمشي عليه. هاد في كمان لعبة.
شو ممكن تاكل في سويسرلاند؟ تشيز بوتيتو، تشيز مسيح بس دور طويل. هم بيعملوه عشان يورجوا الاولاد هيك كيف بيلعبوا. هاي جايز، هاي هاي، هذه ارمي فيكلز. تعالوا شوفوا كيف الاولاد بيطلعوا على الفيكل، شوفوا كيف. سفارة هولندا عم شربة عدس شكلها، مش عارف والله، شربة عدس عدس. من السفارات اللي كتير اكتف بالشغلات هاي، للأسف مش رح تلاقي ولا سفارة عربية. أنا بقول لك عاملين برضو لنتن سوب، شربة عدس، تركيش أولمبيكس، أولمبيك كندا. هذول احنا عشان ما عندنا شتاء وبرد فاحنا مش مهتمين، بس يعني السفارات العربية. هذا الموزيوم تبع الاجريكلتشر، في العاب للاطفال وشغلات زي هيك. يعني كمل سفارات العربية ممكن يعملوا بوث مع بعض، ما انه احنا عندنا هون اتحاد السفارات العربية بوثين، ما بعرف يعني اشي يحطوا بقلاوة، يحطوا اشي. هذا بور مان بودينج ميبل سيرب، هذا مشهور كتير في كندا، اسمه بور مان بودينج. خبز وميبل سيرب يا جماعة، عشان هيك مسمينه بور مان بودينج. هون بعطوا ميبل بسكتس وهوت شوكليت، برضو مقدمين من الجوفرنر جنرال. هوت شوكليت، ثانك يو جايز. بتحكي عربي؟ ايه. من وين علاء؟ فلسطين. فلسطين، انا من لبنان. اهلا وسهلا، تشرفنا فيك. انت اللي سالتك هلا عن الباك. الله يعطيك العافيه، شكرا كثير. بتحكي عربي؟ ايه. شفت؟ سوريا. سوريا. انا من لبنان. اهلا بيك. سلام. الله يحييك. يو ماي نيبر. هلا سا. دول ال face responders بعلموا الناس كيف عن موضوع ال survivors والشغلات اللي هي. وهون سفارة هنغري، السفارة الهنغرية، نشوف شو بدهم يطعمونا. هذا general house، هذا البيت اللي استلم فيه او بعيش فيه الجوفرنر جنرال، او الان هي واحده بتعيش فيه. وفي نفس هذا البيت بتصير كل الحفلات تبعت الجوفرنر جنرال، الاستقبال الرؤساء الدول لما يجوا هون وبدهم يشوفوا الجوفرنر جنرال. وفي هذا البيت ايضا بتعطي الجوفرنر جنرال اوكي للحكومه انها تبدا تباشر اعمالها. ف منزل جميل طبعا، له هيستوري، رح نجي لكم يوم بالصيف هيك نحكي لكم عنه من جوا. هاي سفارة كوريا، زي ما انتم شايفين حاطين العاب هيك للاطفال كورية، حاطين شغلات زي هيك تلعبوا فيها الاطفال، وعاملين لهم اكل اكل كوري. هاي تشيك ريبابليك، تشيك ريبابليك. هاي اللعبة اسمها كيرلينج، هاي اللعبة الرسمية لكندا. هاي اللي مفكر انه الهوكي هو اللعبة الرسمية، لا، هاي اللعبة الرسمية لكندا. وهاي يعني الكنديين مشهورين فيها كتير، عبارة عن زي ما شايفين حجر هيك تقيل بتزوه، لازم يوصل للوسط هون، كل ما قرب على الوسط بياخذوا نقاط، وهاي المساحة اللي بيمسحوا فيها بيسهلوا للحجر انه يمشي اكثر. يعني هاي هيك مختصرة، لا تشوفوا شايفين
هلا بصيروا يحاولوا انه يعني طبعا هاي مش الارض الاصليه بتكون هاي ثلج هذه الاصليه اوف يعني يمكن 30 باوند 30 باوند هاي جدينا هذا الرينجز تبعت الزحله هون الناس بتيجي يمكن تلاقي الجوفرنر جنرال معهم عادي يعني هون زي ما انتم شايفين في لعبه بيلعبوا فيها قاعدين بزتوا هذا هاي لعبه كنديه زي ما قلت لكم الجوفرنر جنرال بشخصه ونفسه موجود بين الناس them helping Inuit to build their wall. Thank you guys. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.